قد يقول قائل بأن الصين يمكن أن تلعب دورا هاما في عمليات الضغط على كلا النظامين، وبالتالي يمكن أن تلعب دورا في ضبط سلوك النظام الإيراني من أجل تهدئة المنطقة وعدم الدخول في حروب جانبية، وبالتالي تدفق الحركة البينية في المنطقة و دعم مشروع التمدد الصيني. لكن هناك عقبات أيضا في وجه هذا الأمر. لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في الصين المنافس الأول لها للسيطرة على العالم باعتبارها يعني قوة هائلة، وهذا قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى عرقلة مساعي التهدئة والمصالحة السعودية الإيرانية. هناك عنصر آخر وعامل آخر، الذي هو العامل الإسرائيلي الذي يرى في بقاء هذه المنطقة خارج حدود اللعبة التي يتقنها، لعبة التدخل، لعبة التفوق، سيجعل النظام الإسرائيلي أو الدولة الإسرائيلية أو البنية الإسرائيلية في موقف ضعيف حقيقة. وبالتالي ستسعى إسرائيل أو الحكومات الإسرائيلية إلى عملية تعطيل هذا التوافق. إذا هناك تنافس شديد في المنطقة، وهذا التنافس قد يؤدي إلى، بالإضافة طبعا إلى ما ذكرته من بنية النظام السوري وبنية النظام الإيراني، إلى عرقلة مساعي وجهود المصالحة السعودية الإيرانية وتأثيراتها على الملف السوري. بالمختصر المفيد يمكن القول إن الأيام القادمة تحمل كثير من الوعود، ولكن لا يمكن أن نرى فيها الكثير من الأمل الذي قد ينعكس على الشعب السوري أو على المنطقة السورية من حيث تهدئة الصراع القائم هناك، من حيث إعادة الوحدة لأراضي سوريا، من حيث انسحاب القوات الأجنبية، من حيث إعادة الإعمار، من حيث عودة المهجرين. الحقيقة هذا أمر لا يزال باكرا الحديث عنه، إضافة إلى صعوبة التنبؤ بمسارات السياسة الدولية، خاصة وأن المنطقة في بؤرة الاشتعال الإقليمي والدولي. شكرا جزيلا لكم وحياكم الله.